صواريخ باليستية وبحرية ومسيرات تشعل البحر الأحمر، إرباك لأهم ممرات الملاحة الدولية. هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تستمر رغم التحالف الذي أعلنت عنه واشنطن تحت اسم حارس الازدهار، لكن من يدرب هؤلاء على تنفيذ تلك الهجمات التي وصفت إحداها بالهجوم الأكبر في البحر الأحمر؟ وفقا للتلغراف، فإن الحوثيين تلقوا تدريبات في أكاديمية بحرية إيرانية تحت إشراف من الحرس الثوري في أكاديمية خامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية. خصصت الأكاديمية التي أسست عام 2013 دورة تدريبية خاصة بالمقاتلين الأجانب، بينهم عناصر تنتمي لجماعة الحوثي، واستمرت لنحو 6 أشهر تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري وفقا للصحيفة. وقالت مصادر في إيران لصحيفة التلغراف إن المرشد الإيراني علي خامنئي لعب دورا شخصيا في حصار البحر الأحمر في نوفمبر، حيث دعم توفير المزيد من الأسلحة والمعدات للحوثيين. These attacks have been aided and abetted by Iran with technology, equipment, intelligence, information, and they are having a real life impact on people. الإشارات تتزايد إلى أن إيران تدفع وكلاءها في المنطقة إلى توسيع دائرة الحرب بحسب التلغراف. فمنذ 7 أكتوبر وبدء الحرب في غزة، صعدت إيران والجماعات الموالية لها من النشاطات التي تستهدف مصالح أمريكية وإسرائيلية في المنطقة. تلك النشاطات باتت تضر بمصالح دول في المنطقة حتى غير المجاورة لإيران أو غير المرتبطة بالصراع بشكل مباشر. مجلس الأمن الدولي دعا في قرار إلى وقف فوري لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالبا كذلك كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض عليها.